ولا ولا ايه يا بابا؟ ايه؟ عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي. لا ما تقوليش، معلش انا مستعجل وعندي دلوقتي لازم اروح للحلاق عشان يظبطني قبل الفرح. بعد يا ابني تعالى، ما انا عايزك عشان الفرح. اقعد بس، تعالى اقعد اقعد بس. شوف يا ابني، بس في الانجاز عشان ايه يعني؟ عندي انا علمتك وربيتك احسن تربيه وكبرتك وبقيت ما شاء الله احسن عريس في المنطقه. في المنطقه؟ وبعدين بس آن الأوان إن أقول لك حاجة بقى مهمة قوي. إيه، اختلست فلوس عشان تجيب لي الشقة والبوليس هيجي يقبض علينا في الفرح ونتفضح، ولا إيه السيناريو المهروس ده؟ يا ابني أنا عايز أكلمك عشان فرحك. فرحك أظن مفهوم بقى. يا شقي. لا مش الفرح، الفرح توابع الفرح. توابع الفرح؟ ليلة الانطريه. وانا اللي فاكرك هتقول لي مصيبه. طب ما انا بدل ما اتحايل عليك تقول لي مالك جاي قبل الدخله ما انت عارف ان انا على قدي في الحوار ده، يعني جاي قبل الدخله بيوم. افهمني، معلش معلش معلش، انا كنت زيك كده خام ولا افهم حاجه، بس اللي هقوله لك ده يا ابني خبره سنين طويله. وبعدين بصراحه انا حاسك كده عشان مقدد مقشف كده. اكيد بالك الحمد لله، محتاج لزلزة وخام. عندك حق فيها دي بصراحة. انت خام، الصدق حلو، انت فيرجن لسه. افهمني بس، افهمني، اسمع كلام ابوك المعلم القديم. اديني بقى، اسأل عني، اديني اسطورة. انا عايز افطمك. ابوك ده وانا قدك كده كنت جن. يا لهوي، كانت العباسية دي كلها تحلف بصولاتي وجولاتي مع الحريم. بس احنا من مصر الجديده عباسيه. لا راجل، مش مشكله، ما احنا بننقل من غير ما حد بيقول. انا بس بحكي لك بما انك ابني عشان صورتي ما تتهزش قدامك. ها، انا كان فاضي 24 ساعه على الدخله، خدت لي بالك؟ وكنت مكسر الدنيا. ده قبل ال 24 ساعة. طب هقول لك سر. وقت انت فاكر ان امك ليها علاقة بالدخلة؟ ايه ده؟ بابا فهمني انت ايه يعني، انا عايز افهم ايه الموضوع ماشي ازاي يعني. معلش يا سيدي، حاجات معقدة وصعبة والسنين. امك مالهاش علاقة بالده، يعني قصدي امك مش اول ست في حياتي. لا، ده في سوسن وسعاد وعصمت. انت كنت تعرف رجاله يا بابا؟ لا، عصمت هي اسمها عصمت. افهم ايه طيب؟ بس عشان ما بتحلقش شنبها وبيطلع وحاجات كده، فالناس خدوا عنها فكره انما ايه، مزه مزه لما تبص لها وتشوف الرئتين. يا لهوي، انت كنت بتعمل لها اشاعه يا بابا ولا ايه يا بابا؟ رئتين ايه يا بابا؟ بنت مزه مزه. عارفه عصمت دي اللي بتقول؟ لا انا همشي بقى، انا هقوم امشي. تعالى بس، انا هقوم امشي والله، مش هتفيدني بحاجه. انا عارف، ما انا هقول لك بقى، انا عشان اوصل لك للمفيد. عصمت دي كانت اجمل بنت في الظاهر. ولا ناديه؟ قول لي بقى ناديه بقى دي. ها؟ ناديه، احكي لي استفاد منك اي حاجه. هقول لك حاجه، ناديه دي صدفه صدفه لقيتها قاعده جنبي في السيما. انا لا اعرفها ولا تعرف. أيوة. وكان فيلم رومانسي. قول لي بقى. بتاع تايتانيك. اديني بقى في رسومات. تايتانيك بتاع ريوناردو دي كوبري. خدت بالك؟ والبت البيضه الموزه الحلوه دي الانجليزيه اللي اسمها مش حاجه كده يعني. ايوه. بس وهي روحي المنظر طلع قدام، لقيتها بتبكي. يا عيني. بتعيط. يا عيني. بتعيط. بصراحة أنا سخنت. ما لازم طبعا. قمت مدخل إيدي فين؟ في جيبي. وطلعت لها المنديل. وقلت لها امسحي دموعك يا أمال. وطبعا ما عبرتكش تاني، أصل دي جربتها كتير أنا عارف. لا يا حاج، استفدت كتير أول، طلعنا على المنديل والله العظيم. ولا سوسن؟ سوسن سوست. استفاد ولا بره؟ سوسن سوست. لا سوسته، يبقى الموضوع مشوق.
يعني افهمني بس. خلينا نشوف. سوسن سوسته دي كانت حكايه فظيعه، تعلمت منها حاجات كتير قوي. دي كنت بقى ببعت لها انا جوابات مع الواد الشغال اللي عندي في منديل برضه. منديل منديل، انا بقول منديل وعليه نمر تليفوني وتديه لها. ايه الفكر ده؟ ايه الانحراف ده؟ هي ايه ده يا بابا؟ انت مخي، هي قريته اقشعر بدنها. هتروح لك فين بقى؟ من الكلام انا قايلها كلام يخليها تنفجر. ليه لعيب؟ احنا لينا بلاوي. بس لحد ما قابلتها ورحت واخدها كده في المعادي في حته هاديه. انت لفيت مصر كلها معايا في الموضوع ده. احنا لسه في المعادي. خلينا في المعادي. حته ما فيهاش صريخ ابن يومين. وكنت بتعمل ايه بقى في صريخ ابن اليومين؟ انا مشيت الصريخ خلاص بقى. انا عايز انفرد بيها. وقعدت انا وهي وببص لها. أيوة. وهي تبص لي وبتبكي بقى برضو. انت ايه كنت معرفش اللي بعرفهم كلهم بيعيطوا ليه؟ مع ان المفروض العكس يعني ولا ايه؟ عندهمش ثقه فيا بس بينبسطوا، فاهمني انا بس. المهم قعدت اكلمها انا وهي وقعدنا نبص كده للقمر والبحر لحد ما قلعت. ايه؟ قلعت ثوب العفه والخجل. لا 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 لا، ده درس نصوص ده. لا. يا واد افهمني. ده بتديني درس بلاغه. ايه اللي قلعت ثوب العفه والخجل وهتقول لي اعرب ما بين الاقوى؟ يا بابا بقول لك دخلتي كمان 14 ساعه يا بابا، يا تقول لي حاجه تفيدني يا همشي. ولا ثانيه ركب. لا يا ثانية ركب كده. انت قربت من الموضوع. لا انا لسه ما دخلتش في ماري باي باي. ثانية ركب دي كان عليها ركب. اسمع الحزام. الحتة كلها ما حدش شاف ركبها الا انا. وما شفتهاش تاني. يا نهار اسود. صولات وجولات. هحكي لك بقى عن افظع يوم في حياتي. الزبد والخلاصه عشان انا عايز مستعجل. معلش يا شيخ. هحكي لك عن يوم دخلتي. بابا ما تهزش صوره ماما قدامي بعد اذنك. خليني اللي في دماغي. بابا امك افهمني، امك ملهاش دعوه. اهم حاجه في الست، الست تموت في الحنيه. يا حنين. الست تديها شوية حنية تبقى خدمتك. وأمك في الحنية مزاج. الله بقى. حنية. إيه؟ حنية. حنية. بابا خليني اندمج معاك في إيه بس؟ في الحنية وبعدين تروح مديها لبوس. إيه؟ البوسة. البوسة يعني. اللي هو اللبوسة أهم حاجة. الست تموت في البوسة. البوسة. البوسة والشفايف. دي الحنيه، دي الرئه، دي الحاجه اللي بتاعت زمان الاصليه. ايوه. لا في دي بصراحه عندك البوسه بس. ايه؟ انت جيت من بوسه. انا اضحك عليك بابا عشان كده طلعت مقشف شويه. معلش، ما انا لو كنت ركزت شويه كنت انت سمنت. بس حلو، ما انت هتكمل طريقي بعد كده. بابا انت بتتكلم بجد؟ انا بهزر ليه يا ابني في الحاجات دي وانت خصوصا هتتجوز؟ بابا انت ما تعرفش ان في حاجات تانية غير البوس؟ استنى استنى استنى، حاجات ايه؟ هو في حاجات جديده نزلت؟ انت لئيم، عايزني انا اقول الحاجات اللي قلت ادب فتقوم وقعني بالكلام وقافش عليا انت بقى عشان انت بابا وبتاع والاحراج والحاجات. لا لا وحياه ابوك لا تقول لي ايه. في ايه؟ في ايه؟ وبعدين البوسه ايه؟ انا بس هفهمك الاول، البوسه دي كمان عايزه ذكاء وفن، مش تدخل زي العبيط تبوس كده. لا انت تاخدها على اخوانها وهي بتغسل. بتغسل انت ايه كمان؟ بتتلصص في البوسه. أيوة. يعني مش بوس صريح. لا لو صريح طز هو في ايد مراتك. حلاوتها في الهجوم وهي بتغسل كده وتشطف تروح رائعها بوسه في اي حته مالكش دعوه. الهجوم هنا في ودنها في خدها في راسها في الكوع. خلي الكوع وهو مكمكم كده بالصابون واديها بقى الكوع. الكوع.
طب بعد اذنك الكوع ده اللي جابك انت. طب بعد اذنك اخش اصنفر كوعي. صنفر يا حبيبي. بكره بقى انت فاهم. بس ما قلتليش. وحياه غلاوه ابوك. ايه الحاجات الجديده اللي ايه اللي غير البوس؟ بابا انت مش كل ده مش بتهزر؟ انت بتتكلم بجد؟ يا ابني اهزر ليه؟ انت عارف ابوك. انت ما تعرفش حاجات تانيه غير البوس؟ محدش قال لي والله. ما اناش بوس اشتغل معايا. طب اعمل ايه؟ طب ثانيه بس 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 حلك عندي. انا يعني ده انت ابويا استخسر فيك ال خير. اللهم اجعله خير. تعالى انت كده تعالى يا قمر تعالى. ده انت ايه؟ مرزق والله العظيم. بص بقى كده. شايف بقى ال بوسه عملناه ده. ما هو ده في الاول. بص بقى بص 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 وحضن حضننا. ما ده ده بيفرش بيمهد لحاجه. ايه ده؟ مين ده؟ ايه ده؟ ايه اللي جاب؟ ايه اللي في ال مش كان هما راح جاي؟ ايه ايه؟ ايه ايه ده؟ بابا كفايه عشان انا ارتبكت وانت ارتبكت، احنا ايه اللي وصلنا لكده؟ عايز ابقى صريح يا ابني، ما بيقولولناش يا ابني. ما تقوليش يا ابني. ما تقوليش يا ابني. ليه؟ حاجه انت مش متاكد منها. لا متاكد. متاكد. بص بص. ايوه ما انت مش عارف انا بوستها فين. طب بابا اقصد يعني يا حاج لحد ما نعرف انت منين. انت مين يعني؟ انت عمرك ما يعني حد قال لك العيال بيجوا ازاي؟ ما سالت ما حدش اداني يعني كلمه مفيده. بيقولوا كتلاكيك كده قال مش عارف ايه وايه و... لا مش ده انا جيت صدفه بقى. يعني انت ارزاق. خدتي بالك رزقي. طيب بعد اذنك انا كنت ماشي كده، كنت داخل جوه. انا ماشي كده دلوقتي طالع بره. الله انت رايح فين؟ راح احلل دي ان ايه بقى، اشوفك ايه في ايه بقى، اشوف في ايه، اشوف ابني طول اليوم ومقعدني على حجرك وانا مامن لك طول الزمان واحنا صغيرين. طلعت مش ابويا؟ لا امشي يا ولد. اما صحيح انك ابن حرام. مش علمني يقول لي هو داس هنا وبعدين داس هنا داس هنا وبعدين بص كده وراح رجع تاني. ايوه. ايه ده؟ تاني يا ابن المفتريه.